السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد لمتابعات الاي اي ماركتينج. في هذا الفيديو الاخوان سنتحدث حول اخر تطورات في الموقع بطبيعة الحال. الاخوان لدي استراتيجية رائعة للعمل على هذه الشركة الاخوان حتى نقلل من نسبة النصب ونسبة التحيل. من قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وايضا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. اذا الى التفاصيل. إذن الإخوان كما تروا في هذا المكان لدي صفر في أدس بالانس، وهذا يعني أنه نزل المبلغ الذي قمنا بإعادة استثماره الذي هو 3000 دولار. قمنا باستثمار هذا المبلغ تقريبا أسبوع. سنقوم بالذهاب إلى توب أب لكي نتأكد من هذا الأمر الإخوان مباشرة إلى توب أب، لأننا قمنا بعمل هذه التجربة لنرى يعني هل هناك يعني تقلص في مدة نزول الادس بالانس الى الادفيرسيتي بادجت ام لا. كما ترون الاخوان قمنا باعاده استثمار 3000 دولار يوم 21/4/2022، وتم تشغيل هذا المبلغ يوم 29 في هذا الشهر. اذا الاخوان من 21 الى 29 تقريبا اسبوع الاخوان، 7 ايام و8 ايام يعني في هذا الرنج، ونرى أن هناك تقلص في مدة نزول الأدس بالانس إلى الميزانية الإعلانية، وهذا يعني مؤشر جيد جدا لما قدمه الإي آي ماركتينج في الإحاطة الأخيرة، حيث قال في الأيام القادمة ستبدأ يعني مدة نزول الأدس بالانس إلى أدفيرسيتينج بودجيت سيبدأ بتقلص حتى يصل إلى 48 ساعة، وهذا ما نراه الإخوان طبعا الحال. إذن فالفريق في الطريق الصحيح، وإن شاء الله الإخوان بإذن الله تعود السحوبات بإذن الله تعالى، لأن الكثير من المستثمرين صراحة لديه أموال جيدة مجمدة في حسابات على الإي آي ماركتينج، وبإذن الله الإخوان نتمنى أن يعود الموقع من أجل السحوبات. فصراحة الإخوان إذا عاد الإي آي ماركتينج سيكون يعني أمر ممتاز جدا، لأن لدينا فريق طبعا الحال والكثير من الأشخاص لديهم أموال مجمدة في الحساب، وسيستفيد الكثير بإذن الله برجوع الإي آي ماركتينج. وأيضا الإخوان الذين لديهم فرق طبعا الحال فهناك عمولات، يعني الإخوان يعني كما قلت في الفيديو السابق يعني هناك صراحة حركة كبيرة جدا في الإي آي ماركتينج كما ترى هنا، وهناك يعني يقومون بهذا الاستثمار بشكل كثيف جدا، يعني هناك حركة لأن الحملات الإعلانية اشتغلت من جديد، يعني تقريبا الآن أسبوع تبدأ يعني الروبو بالاشتغال على الرصيد الإعلاني، فهذا الأمر جيد جدا الإخوان. كما ترى هنا في يعني قمنا بالدا مثلا إلى الكاشبك هنا سنجد صراحة أن هناك من يقوم بإعادة استثمار، كما ترى هنا فهذا الشخص قام بإعادة استثمار 10000 دولار في حسابه بطبيعة الحال الإخوان، يعني هناك يعني حركة في الإي آي ماركتينج. وأيضا هنا في المبيعات نلاحظ أن هناك طبيعة الحال مبيعات جيدة جدا كما ترى هنا. وإذا قمنا بالدب أيضا إلى الرسم المبياني أو الرسم البياني لهذا يعني الروبو كما ترى هنا، فيعني في غضون تقريبا إذا قمنا بالتحديد هنا 90 يوم سنرى طبيعة الحال أن هناك صعود، كما ترى هنا زيارة للقمة السابقة الإخوان، كما ترى هنا يوم 10/2/2022 قام بزيارة هذه القمة، وبعدها بدأ يترنح في هذا المستويات كما ترى في هذا المكان. واليوم تقريبا يوم 29/4/2022 39 دولار كما ترى هنا في مبيعات يعني يوم 29، فهناك مبيعات يعني جيدة جدا. يعني الآن الإخوان أعتقد أن يوم الغد إن شاء الله سيكون يعني سيحقق أكبر مبيع أعتقد بإذن الله تعالى، سيكسر هذه القمة الإخوان ب3000 دولار، وهي جيدة جدا يعني ستحفز الروبو من جلب مبيعات كبيرة جدا إخوان. فالأمل دائما موجود، وأنا من وجهة نظري أن الموقع إن شاء الله سيعود بإذن الله تعالى الإخوان ما دام شغال ويريد يعني العودة للعمل كما قالوا. يعني أبسط شيء وهو غلق الموقع والذهاب طبعا الحال للاستمتاع به يعني أموال الناس، لكن هم يريدون الاستثمار ويريدون العمل طبعا الحال. وصراحة
يعني خسارة كبيرة أن يضيع مثل هذا المشروع لي. نحن لن ننتظر الـ AI marketing فقط أو أن مثلا شركة معينة يعني نصبت شيء من قبل. طبعا الحال نحن دائما نبحث عن مشاريع جديدة، والإخوان بإذن الله تعالى سنشارك معكم مشاريع جديدة، وأيضا سنقوم بتغيير استراتيجية العمل، سنتحدث حول استراتيجية الذي سنعمل بها حول هذه الشركة الإخوان. كما تعلمون فالشركة الاستثمارية أو الإخوان الذين يريد الاستثمار في شركة الاستثمارية مثل الاي ام ماركتينج، شركات الان التي ترون الاخوان يقومون به يتم شرحها في اليوتيوب وايضا في منصات اخرى. فالاخوان لدي استراتيجيه رائعه للعمل على هذه الشركه الاخوان حتى نقلل من نسبه النصب ونسبه التحول من هذه الشركات. ماذا سنفعل الاخوان؟ استراتيجية الإخوان هي البحث عن شركات جديدة جدا، يعني ندخل معها في البداية فقط ونحدد مدة معينة مثلا 60 يوم فقط ونخرج من الشركة، وبعد 60 يوم الإخوان، بعد 60 يوم أو 90 يوم حسب الشركة الإخوان أو حسب ثقتنا في الشركة، بعد ذلك الإخوان تأخذ الأرباح الخاص بك وتنسحب من الشركة مباشرة وننتقل إلى شركة أخرى. وهكذا الإخوان، فقد وجدت بعض المشاريع الجديدة بطبيعة الحال لديها تقريبا 10 أيام وعشرين أو يعني لا تتجاوز يعني 20 يوم أو شهر يعني من انطلاقه في العمل. سأشارك معكم الإخوان يعني هذا المشروع بطبيعة الحال لمن هو مهتم بالاستثمار في مثل هذه المشاريع. صراحة الإخوان لا توجد طريقة أو سر للاستثمار أو الربح من الاستثمار في هذه الشركة إلا بهذه الطريقة، وهي أن تجد شركة في بدايتها وتدخل معها، بعد ذلك تنسحب مباشرة عند أول إشارة نشك بأنها تريد نصب شيء من هذا القبيل. فنحن نعلم الآن بطبيعة الحال يعني الكثير من الإشارات التي تبرهن بأن الشركة تريد النصب، مثل يعني البونس، مثل مثلا مشاكل في الموقع، مثل يعني بعض الأشياء التي هي غير مبررة. أما فيما يخص الإخوان تقديم الوثائق وأيضا مقر على أرض الواقع وأيضا هذه الأمور الإخوان، مع الأسف بعد بحث طويل جدا الإخوان وبعد خبرة بطبيعة الحال في هذه الشركة، يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. شخص يقول لك ما هذه وثائق الشركة وأن الشركة موثقة وموثوقة وأن الشركة لديها مقر على أرض الواقع أو أن الشركة أصحابها معروفين أو هذه الأمور الإخوان، لا تسمن ولا تغني من جوع. عندما يصل الوقت التي هم حددوه للنصب سينصبون مباشرة الإخوان حتى وإن كان لديها مقر أمام بيتك. وقريبا إن شاء الله سأشارك معكم فيديو حول شركة جديدة جدا، ليدخل في هذه الشركة بطبيعة الحال سيكون هو المستفيد الكبير من هذه الشركة، يعني لأن الإخوان ستدخل مع الشركة في انطلاقها، يعني لا يوجد شركة ستنصب عليك مثلا في شهر أو 20 يوم أو شهر. يعني النصب الإخوان يبدأ يعني حسب الخبرة والتجربة، دائما الشركة تنصب بعد 3 شهور 4 أشهر، يبدأ الريسك 5 أشهر 6 أشهر فما فوق، لكن يعني شهرين يعني لم أرى شركة نصبت في شهرين. إذا أخطأت في هذا الأمر إخوان صححوا لي في التعليق أسفل هذا الفيديو. يعني الإخوان هذه الاستراتيجية للعمل على هذه الشركة، وهي الدخول معها يعني بعد أسبوع من انطلاقها أو 15 يوم، يعني ماكسيمو شهر. بعد ذلك الإخوان تأخذ الأرباح الخاص بك، تأخذ رأس مال خاص بك، وبعد من الأرباح فحينئذ الإخوان يمكنك المغامرة بأرباح الأرباح، فلا مشكلة في هذا الأمر. وهذه هي الطريقة وهذه هي الاستراتيجية الصحيحة التي يعني نمشي عليها في هذه في النوع في هذا النوع من الاستثمار. وانتظروا الإخوان هذا المشروع الجديد الذي هو في بدايته وفيه أرباح كبيرة جدا الإخوان تصل إلى 5% يوميا. سنشارك معكم هذا المشروع في الفيديو القادم. إذن الإخوان لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلك الفيديو القادم إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم.